أهلا بحضراتكم من جديد، وللمزيد معنا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد أهلا بحضرتك، كيف ترى أهمية مثل هذا اللقاء وهذه اللقاءات المتبادلة بين الدولتين، وكيف لها من تأثير على العلاقات الدولية بين البلدين؟ اهلا بك يا فندم، واهلا بالساده مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا هي زياره هامه جدا بتعكس ان الدوله المصريه تسير في الاتجاه الصحيح في اطار توسيع وتنويع شراكتها الاستراتيجيه القويه بينها وبين الكثير من الدول، دلاله هامه على ان الدوله المصريه تتحرك في اتجاه ايجابي للعمل على خلق بيئه دبلوماسيه وسياسيه واقتصاديه قويه تكون دافعه للعمل الافريقي الاوروبي بشكل كبير. نعم. في ظل ان العلاقات المصريه النمساويه راسخه وثابته وتضرب بجذورها في اعماق الارض والتاريخ، اكثر من 150 عام من العلاقات، ولكن منذ تولي الرئيس السيسي اتجهت السياسه الخارجيه المصريه في منح اكثر قوه في سبيل تثبيت دعائم العلاقات المصرية الأوروبية بشكل كبير. شارك سيادته في قمة فيشغراد كأول رئيس عربي شرق أوسطي، والآن زيارة هامة جدا للمستشار النمساوي إلى القاهرة تعكس الرغبة السياسية المشتركة بين الدولتين الكبيرتين للعمل على تنويع أوجه المجالات، وفي ظل أن هناك تطابق كبير في الرؤى سواء سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو اجتماعيا للعمل على يعني أن تكون العلاقات نحو آفاق أرحب في كافة المجالات. إذن دعنا نتحدث عن التعاون السياسي وكيف ساهم تلاقي الرؤى المشتركة للبلدين إزاء العديد من القضايا على العلاقات بين البلدين أو في المحافل الدولية. طبعا مصر بما لها من ثقل سياسي كبير وقدرة كبيرة على لعب دور ريادي ومحوري في كافة القضايا العربية والإقليمية، نجد أن هناك حرص كبير من الدولتين للارتقاء بالعلاقات نحو تعزيز التعاون والتنسيق على كافة المستويات، في ظل أن مصر هي ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأيضا هناك خصوصية تاريخية بين مصر والنمسا، وبالتالي السعي إلى أن يكون هناك تشاور سياسي واكتشاف أوجه التعاون بينهم، خاصة أن هذه العلاقات هي علاقات نموذجية بامتياز، في ظل أن القضايا الكثيرة سواء التي تم التباحث حولها اليوم فيما يخص الأزمة الليبية والاتفاق والتلاقي بين مصر والنمسا في هذه القضية، من ضرورة إجراء انتخابات وإيجاد حل سياسي سلمي يعني للعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، بما يتفق مع مبادرة القاهرة التي أعلنت عنها مصر في 6/6/2020، وأيضا فيما يخص أزمة السد الأثيوبي واتفاق الرؤى بين الطرفين للعمل على وصول إلى تفاهمات بين الدول الثلاث حتى تستقر الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وأيضا الأزمة السورية والأزمة في الكثير من الدول والأزمة اليمنية، وأيضا القضية الهامة جدا التي يعني نجحت مصر في حماية القارة الأوروبية نتيجة احتواء هذه الأزمة، وهي أزمة الهجرة غير الشرعية، على اعتبار أن مصر تستضيف على أراضيها أكثر من 9 مليون ضيف، يعني وهذا بصفة رسمية. نعم. وبالتالي القضايا المشتركة بين الدولتين كبيرة في اتجاه تعزيز وتعظيم العمل المشترك المصري النمساوي. نعم دكتور، يعني الحرب ضد الإرهاب كان من أهم الملفات التي تم طرحها اليوم، وتحدث المستشار كارل نيهامر المستشار النمساوي عن تجربة مصر في القضاء على الإرهاب وكيفية الاستفادة من هذه التجربة. طبعا القارة الأوروبية تنظر للدولة المصرية بإعجاب شديد ومتناني ومتزايد في الفترة الأخيرة، خاصة أن الدولة المصرية لم تنجح فقط في القضاء على الإرهاب ولكنها انتقلت إلى مرحلة البناء، وبالتالي رؤية كبيرة جدا ونظرة يعني مشرفة من قبل الغرب بشكل عام، أوروبا أو كل الدول المحورية في العالم، بنظرة كبيرة وذات اهتمام للدولة المصرية، خاصة أن الدولة المصرية قادرة على أن تلعب دورا محوريا في رفع المعاناة. نعم. بشكل كبير جدا عن القارة الأوروبية، على اعتبار أن مصر أصبحت هي يعني مركز رئيسي للغاز في القارة الأفريقية، ومن الممكن أن ترفع ولو جزء بسيط عن معاناة القارة الأوروبية.
الارضية، وايضا فيما يخص الطاقة المتجددة هذا الملف الهام الذي من الممكن جدا ان تتحرك بموجبه الدولة المصرية لامداد اوروبا بالطاقة المتجددة والكهرباء، وبالتالي انتقلت مصر من مرحلة مكافحة الارهاب الى القضاء عليه ثم الانتقال الى البناء، واصبح دورها محوري في الكثير من القضايا وذات اهتمام كبير جدا من كل القاده الاوروبيه، وهناك تهافت دولي كبير للعمل على اقامه ونسج شراكات حقيقيه مع الدوله المصريه. نعم، يعني اذا تحدثنا اكثر عن العلاقات الاقتصاديه، كيف تميزت العلاقات الاقتصاديه بين القاهره وفيينا على مدى سنوات طويله؟ وقد نعلم جميعا ان وقع البلدين 16 اتفاقيه متعلقه بالقطاع الاقتصادي منذ عام 1926 وحتى الان. أظن أن العلاقات الاقتصادية على الرغم من أنها مميزة وقوية لكنها لا ترقى أبدا لحجم العلاقات السياسية الراسخة والثابتة، وأظن أن هناك خطة يتم نسجها الآن بين الدولتين الكبيرتين للعمل على دفع أطر العلاقات الاقتصادية لكي تتوازى وتتناسب مع قوة العلاقات السياسية، وبالتالي الدولة المصرية تتحرك في كل الاتجاهات. نعم. في ظل أن مصر لديها يعني فرص استثمارية كبيرة أصبحت قبلة للمستثمرين العرب والأجانب، لدينا محور قناة السويس، لدينا الكثير من المدن العالمين الجديدة والمدن الجديدة التي أتاحت فرص استثمارية كبيرة، وتم إنشاء بيئة تشريعية قوية وأيضا بيئة يعني سواء الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وبنية تحتية قادرة على أن تلعب دور في تذليل العقارات عن المستثمرين الأجانب داخل الدولة المصرية، في ظل أن الدولة المصرية الآن ومن يستثمر فيها يحقق أعلى العوائد الاستثمارية، وبالتالي هذه الفرص الاستثمارية تريد النمسا أن تستغلها، في ظل أن الدولة المصرية أيضا لديها علاقات وطيدة مع الدولة النمساوية اقتصاديا، في ظل الموقع الاستراتيجي للدولة النمساوية في وسط القارة الأوروبية، وبالتالي من الممكن جدا أن تكون مركز لنقل المنتجات المصرية إلى الكثير من الدول الأوروبية، خاصة أنها علاقات لها حدود مشتركة مع سلوفاكيا، مع ألمانيا، مع التشيك. كل هذا يؤكد على أن الدولة المصرية تتحرك في اتجاهات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي المصري النمساوي. إذا دكتور حامد، يعني أشرت إلى نقطة هامة وهي في أولوية الاهتمام هو الاهتمام بالملف السياسي. إذا كيف ترى أن الاهتمام بهذا الملف السياسي سوف يؤتي بثماره على الاقتصاد والتعاون المشترك في المجال الاقتصادي؟ سؤال مهم جدا، لابد ان نستغل هذه العلاقه التاريخيه الوطيده، يعني حجم الحفاوه الكبيره رغم انها زياره في مصر، ولكن حجم الحفاوه الكبيره والتقدير للدوله المصريه تظهر على ملامح المستشار النمساوي للقياده السياسيه المصريه، اللي بيقول من خلال يعني حركاته انه يكن كل تقدير واحترام للدوله المصريه ولمكانه الدوله المصريه باعتبارها هي البوابه الرئيسيه للقاره الافريقيه، واذا ارادت النمسا ان تتحرك داخل القارة الأفريقية اقتصاديا ومن خلال إيصال منتجاتها المختلفة إلى قلب القارة الأفريقية سيكون من بوابة الدولة المصرية، وبالتالي أرى أن الفترة القادمة سيكون هناك انعكاس حقيقي لحجم الزخم الكبير سياسيا لتحويله إلى رؤية اقتصادية وبلورة رؤية اقتصادية حقيقية، في ظل أن العالم الآن يئن بشكل كبير نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي لا يمكن أبدا لأي دولة أن تتغلب عليها بشكل منفرد، وستكون هناك نظرة استباقية ما بين الدولة المصرية والدولة النمساوية للعمل على نسج شراكات حقيقية للتغلب على الأزمات المتعاقبة التي أفرزتها الأزمة الروسية الأوكرانية سواء في قطاع الطاقة أو في قطاع الغذاء أو غيره من القطاعات نتيجة نقص امدادات الغذاء نتيجة الحروب التي زادت بشكل كبير، والتي تحتاج الى نهج سياسة متزنة وحكيمة في الفترة القادمة للعمل على زيادة التعاون الاقتصادي ليتناسب مع التعاون السياسي. نعم دكتور حامد فارس استاذ العلاقات الدولية، جزيل الشكر لك.